تظاهر مئات النشطاء في محيط مطار لوس أنجلوس الدولي تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأغلق المتظاهرون الذين كانوا يجوبون بمركبتهم شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بعض الطرق المؤدية إلى مطار لوس أنجلوس الذي يعتبر أحد أهم المطارات الأمريكية وأكثرها ازدحاما. وأكد النشطاء أن رسالة الفعاليات التي ينفذونها أنه لا توجد حياة طبيعية مع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأنه يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل غير مشروط. From the river to the sea.